معنا على التليفون الناقد الرياضي مجدي سلامة. أستاذ مجدي، صباح الخير عليك. صباح الفل يا استاذ نوند، وصباح الفل على الاستاذ، وصباح على كل متابعي قناه الاهلي. بنرحب بيك. صباح عليك يا استاذ مجدي. يعني زي ما كنت بقول كده، الناس اختلفت والصحافه كمان اختلفت، في اللي مع هذا القرار وفي اللي ضد هذا القرار، وفي اللي قال ان هو اتسرع، وفي اللي قال لك لا اكيد هو ادرى بمصلحته. لكن في العموم يعني خلينا نقول، انت شفت برضو ازاي هذا القرار، وهل كان متوقع الى حد ما، لان احنا فعلا بقالنا فتره بنسمع على كلام زي كده؟ في البداية القرار بتاع اعتزال هازارد كان قرار مفاجئ جدا طبعا للبعض. يمكن هازارد مر بمسيرة كبيرة جدا، يمكن هازارد من أهم اللاعبين الموهوبين في السنوات الأخيرة. هازارد بدايته كانت كبيرة جدا مع ليل، ثم انطلاقته الذهبية مع تشيلسي، يمكن مع ريال مدريد ما قدمش المستوى التنافسي العالي اللي هو كان بيتطلع عليه دايما. ممكن تكون ده من الأسباب الأساسية إن هو ما قدرش يلاقي نفسه إن هو يلعب في مستوى كبير. يمكن ما لقاش عروض بشكل كبير في الفترة الأخيرة، يمكن جاله السعودية، جاله الصين، جاله أمريكا، يمكن العروض دي ما كانتش بتتطلع لطموحات هازارد إنه يلعب في مستوى تنافسي كبير زي ما لعب في ريال مدريد، فقرر إن هو يعتزل كرة القدم. يمكن في إحصائية مهمة جدا لهازارد، يمكن هازارد ما لعبش في 76 مباراة بس مع ريال مدريد، وغاب عن الفريق 470 يوم. ممكن تكون حالة الإصابات دي عملت له حالة فقدان شغف، اللي هو ما قدرش إن هو يعني خلاص بقى، ما كرة القدم بالنسبة لي خلاص أنا فقدت الشغف ومش قادر يعني ألعب تاني خلاص، فقرر إن هو يعتزل. خصوصا إن كمان هازارد لما انتقل لريال مدريد يمكن عيلته اتكيفت بشكل كبير جدا في مدينة مدريد، يمكن أولاده انتقلوا المدارس هناك، اتأقلموا بشكل كبير جدا، فخلاص إن هو ممكن يكون برضه ان هو ما حبش ان هو يتنقل خارج مدينه مدريد، فقرر ان هو يستمتع بوقته مع اسرته في الفتره دي. يعني هو طبعا قرار، لو احنا هنتكلم كعشاق لكره القدم او هو يعني محبي كمان هازارد، اكيد هيحزنوا الخبر زي ده، لكن برضو البعض توقع ان هو ممكن يكون ليه دور تدريبي بقى في المستقبل، ممكن مع ممكن احد الفرق يعني اللعب معاها او غيره. هل بتتوقع ممكن حاجه زي كده برضو، او سمعت خبر زي كده؟ اكيد هازارد طبعا الكل بيتوقع له ان هو يعني لازم يكمل في كره القدم. هو يمكن زي ما قلت لك ان هو عنده خبرات كبيره جدا، هازارد كمان اتدرب تحت ايد مدربين كبار جدا، بنتكلم في كارلو انشيلوتي، زين الدين زيدان، جوزيه مورينيو، انطونيو كونتي وهكذا، فكل دول مدربين كبار طبعا عنده لغات كتير، ده تقدر تخليه في غرفه الملابس. ممكن يكون هو زي ما قلت لحضرتك نرجع للحته الاسريه، ان هو قدر يستقر في مدينه مدريد، فممكن يفكر ان هو يمشي على خطى راؤول او اربيلوا، ان هو يعني يدرب فريق ريال مدريد من المراحل السنيه اللي هي اللي تحت، يبتدي يشتغل على نفسه ان هو يبقى مدرب خلال الفتره اللي جايه. طبعا استاذ مجدي، شايف يعني الملاعب العالميه او الملاعب الاسبانيه تفتقد واحد بقيمه اللاعب هازارد، مدى تاثيره طبعا مع المنتخب البلجيكي؟ يعني اعتقد هيبقى ليه تاثير كبير جدا مع منتخب بلجيكا غياب او اعتزال ايدن هازارد. بالتاكيد طبعا هازارد موهبه كبيره جدا، يمكن هو اعلن اعتزاله من فتره مع منتخب بلجيكا. طبعا بلجيكا فقدت واحد من اهم اللي هو عناصر الجيل الذهبي في بلجيكا في الفتره الحاليه، بنتكلم في هازارد يعني بيمثل قوه كبيره جدا من منتخب بلجيكا. طبعا كل حزين جدا على قراره، بس يعني هو يمكن هو شايف ان هو كده اختار الوقت المناسب، وهو اتكلم ان هو يجب ان تستمع لنفسك، فاللي هو خلاص انا ممكن مش قادر اكمل. طبعا بنشكر الناقد الرياضي الاستاذ مجدي سلامه، وشاكرين يا استاذ مجدي، ويعني نستمتع بيك ان شاء الله في مداخلات خاصه بالكره العالميه في الفتره القادمه.